الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الأعزاء في هولندا، في خارج هولندا، في كل مكان، إخوان المسلمين الأحباب، نرحب بكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك الذي تنظمه أو الذي ينظمه مسجد الرحمن ببوسكوب. كنرحب بجميع الإخوة أينما كانوا وحيثما وجدوا، كنرحبوا بهم في هذا اللقاء اللي غادي يكون يوم السادس، السابع، الثامن من يونيو إن شاء الله تعالى. غادي يكون واحد اللقاء مبارك إن شاء الله تعالى، سيحضره شيوخ كرام من هولندا ومن خارج هولندا. ستنطلق هذه الأيام المباركة يوم الجمعة السادس يونيو إن شاء الله تعالى بإلقاء خطبة الجمعة من طرف الأخ الشيخ طارق بن علي حفظه الله. فسيكون هذا اللقاء طوال ثلاثة أيام، يعني عبر، أو سيكون ليف إن شاء الله، سيكون مباشر عبر هذه القناة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، التي تخدم بيوت الله عز وجل. فمثل هذه القنوات هي مشكورة ومباركة بإذن الله تعالى، لأنها تخدم بيوت الله عز وجل وتساهم في جمع هذه التبرعات للمساجد، لقيام بيوت الله، لخدمة شرع الله عز وجل. في الغرب صدى من همتنا، في الغرب صدى من همتنا، في الغرب صدى من همتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الإخوان السوارنس مزيخ بأن غنغيج الدورة إن شاء الله تعالى دي الأسبوع أمزوار ودي شهان ستة إن شاء الله تعالى، نهان ستة سبعة ثمانية دي شهان ستة دي ريجن الدورة دي مسجد الرحمن بوسكوب. هذا سيري الدروس استعرفت إن شاء الله اللغة العربية الفصحى دي ريس الدارجة، هذه الدروس كذلك السمازيخ، هذا حضان الشيوخ سي هولندا سي خارج هولندا، هذه يعني المجموعة الإخوان غيساهمن دي الأيام يعني المباركة إن شاء الله تعالى. والهدف الزيس أتمنى إن شاء الله بمشتور الإخوة متزان إن شاء الله شن شريط أتزان الصور كذلك، بأن قنبنا المسجد حوالي عام ونص، ولكن ما زال نحتاج المساعدة ونحتاج الإعانة نقوم باش نكمل المسجد غير إن شاء الله. ديج المركز إشعاع هذا سيري التعليم للنساء ورئيث مغارين ديايزان إني مقران ديني مزيانان، فقنا محتاجي من يتص، لأن المسجد الآن نازوي الله نشار المدارس مري قاني حنجان في مغارين تحقا ديشون مشان نظني، ولكن مغي كمر المسجد وانتا إن شاء الله أذيري ديج المركز هذه سيري الدروس بجميع يعني اللغات يعني ذي المكانة وانتا إن شاء الله أزي استفدن الإخوة والأخوات مزيان دي مقرنا. فنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. Beste broeders en zusters, ik groet jullie met de beste vredesgroeten op aarde. Dat is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wij houden op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juni een benefiet om de eindbouw van onze moskee te realiseren. Op deze dagen komen bekende sprekers vanuit Nederland en vanuit buiten Nederland hierheen om ons te helpen met deze benefiet. Op vrijdag 6 juni wordt de khutba gegeven door Tariq ibn Ali, de edele sheikh die wij kennen vanuit Nederland, België en nog verder in het buitenland. We vragen jullie om allemaal te kijken, te komen naar deze moskee om ons te helpen om deze bouw te realiseren. Op deze dagen komen verschillende prekers, zowel Arabische prekers, Berberse prekers en Nederlandse prekers. Zodat iedereen weet waar het over gaat en zodat we met z'n allen inshallah geld in kunnen zamelen. Zelfs de burgemeester komt, dus dan ga ik er ook vanuit dat jij ook komt en anders vanuit huis mee kunt doneren inshallah. Wij willen graag de lessen die nu worden gegeven in basisscholen willen wij terughalen naar deze moskee, zodat wij deze moskee als plek, als huis voor onze kinderen en voor onze ouders kunnen aanbieden. En inshallah zien wij jullie op die dag. En ook de jongeren, de shabab, die roep ik ook op om te komen en te geven. Want hun zijn ook onze toekomst, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام.